صبحكم الله بالخير. كثير من الشباب اللي يحفظون القرآن يقولون نبي منك نصيحة تخلينا نستمر في حفظ القرآن ونستمر في هذه الرحلة وما نوقف أبدا. فرديت عليهم هذا الرد. ردي كان عليهم أنهم يعرفون مكانة أهل القرآن عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي كانوا من أهل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يميز أصحابه اللي كانوا من أهل القرآن، لهم ميزة خاصة، كان يسمع منهم القرآن، يقرأ عليهم القرآن. خلونا نقرأ سيرهم. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المتقنين للقرآن، وكان من أهل القرآن. يوم من الأيام راح للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فلم يتمالك نفس أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه فذرفت دموعه. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه بداية سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يا جماعة، ترى الأمر مو بسيط أبدا. إن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن على هذا الصحابي الجليل. فعلا هذه مكانة أهل القرآن. كل شخص قاعد يحفظ القرآن، بدأ يوم الأيام يتكاسل أو يفسر عن حفظ القرآن، يقرأ سير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا من أهل القرآن. قصصهم جميلة جداً.